هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وفي شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وحلايب وشلاتين ومرسى علم. تفاصيل أكتر عن حالة الجو بتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا، طمنينا عن حالة الطقس النهاردة. اليوم طبعا هنشهد انخفاض طفيف جدا في درجات الحرارة بحوالي درجة عن الأمس، لأن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى هتكون 25 درجة مئوية خلال فترة النهار، لكن في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس. ما زالت مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا قادمة من على الصحراء، فهنحس بالأجواء ما بين المائلة للحرارة إلى المعتدلة فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية، سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء. أجواء حرة على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار، لكن خلال فترات الليل وفور غياب أشعة الشمس والساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إن اليوم كمان هيكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية، وهتكون على فترات متقطعة من اليوم وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. تمتد أيضا الأمطار الخفيفة لأقصى جنوب البلاد عن طبعا المجرى الملاحي. الأمطار كمان هتكون أمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية أحيانا على جنوب محافظة البحر الأحمر زي حلايب وشلاتين ومرسى علم. الأجواء دي نقدر نقول هي أجواء أشبه بالأجواء المستقرة في المناطق الشمالية، لكن إن شاء الله متوقع من غدا الخميس نبدأ التوزيعات الضغطية تختلف، نبدأ نتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع أيضا منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، هيعملوا طبعا على أول حاجة انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات على أغلب أنحاء الجمهورية، بالإضافة كمان هيكون مع انخفاض درجات الحرارة نشاط رياح هيزود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، وفرص الأمطار وكمياتها هتزيد طبعا في المناطق الساحلية، وتكون أمطار خفيفة لمتوسطة ورعدية أحيانا على سواحلنا الشمالية، وأيضا هتمتد كمان للمناطق الداخلية الموجودة في جنوب الوجه البحري ومدن القناة. طيب ممكن نتعرف على خريطة توزيع الأمطار، هتكون فين متوسطة وفين هتكون رعدية علشان الناس تقدر تاخد بالها، كمان الشبورة هتكون أكثر كثافة فين بالظبط عشان ناخد بالنا؟ هو اليوم طبعا في تكامل الشبورة المائية في الصباح الباكر وأدت لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري سواحلنا الشمالية ومدن القناة. مع سطوع أشعة الشمس بدأت الشبورة المائية في التلاشي، ساعة كمان إن شاء الله وأغلب الطرق الزراعية هتتحسن تماما عليها. فرص الأمطار اليوم هي خفيفة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط زي طبعا مطروح والإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، فرص الامطار في المناطق دي خفيفه. ايضا في اقصى جنوب البلاد عند ابو سمبل على المجرى الملاحي امطار خفيفه، الامطار الخفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، لكن الامطار المتوسطه والرعديه هتكون على حلايب وشلاتين ومرسى علم. غدا بنقول ان فرص الامطار هتزيد اكثر في المحافظات المطله على البحر المتوسط، وهتكون امطار خفيفه متوسطه ورعديه، وهتكون على فترات متقطعه من اليوم باذن الله. بالنسبه لمحافظه القاهره او مدينه القاهره بالتحديد هتكون متاثره اكتر بالامطار، ولكن هتبقى خفيفه ملهاش اي تاثير على الطرق. هو الى الان فرص الامطار على القاهره الكبرى ضعيفه جدا، تاثير الامطار على القاهره الكبرى ممكن يكون مع يوم الجمعه، وحتى لو تاثرت بالامطار هتكون خفيفه جدا غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، لكن تاثير الامطار اكتر هيكون في المناطق الشماليه المطله على البحر المتوسط. طيب في انباء عن موجه برد ممكن تحصل لنا خلال بكره او بعده بالكثير، صحه الكلام ده ايه؟ بالفعل في انخفاض في درجات الحراره من غدا ان شاء الله، الانخفاض ده هيكون فترات النهار وفترات الليل، درجات الحراره هتوصل على القاهره الكبرى ما بين ال 23 وال 22 درجه مئويه، ده العظمى فتره النهار، فترات الليل هتكون 15 درجه مئويه، فهنبدا نحس بالانخفاض درجات الحراره، ونبدا كمان نرتدي الملابس الشتويه فترات النهار وفترات الليل، لكن هتكون شتويه خفيفه طبعا مش ملابس شتويه ثقيله، لان بالفعل هنبدا نشعر بانخفاض درجات الحراره، وده متوقع يكمل
تكمل معنا كمان على مدار الأسبوع القادم إن شاء الله. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا بسرعة نقول لكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. نبدأ بالقاهرة العظمى 25 والصغرى 17، العاصمة الإدارية العظمى فيها 25 والصغرى 16، اسكندرية 24-16، العالمين الجديدة 25-15، مطروح 24-14، دمياط 24-15، بورسعيد 25-17، الإسماعيلية 26-16، السويس العظمى فيها 25 والصغرى 16، العريش 24-17، كاترين 20-8، طابة 25-15، حلايب 26-21، شلاتين 29-23، شرم الشيخ 29-20، الغردقة 28-20، الفيوم العظمى فيها 26 والصغرى 14، بني سويف 26-14، الوادي الجديد 31-15، أسيوط 27-13، سوهاج 29-14، قنا 30-18، الأقصر 31-18، وأسوان العظمى 32 والصغرى 19. ومرة تانية نرجع لشاذلي ومنا نتابع معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لامي.